شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول دعوة المهدوية والسفارة، وذكرنا في الحلقة الماضية المناشئ الخمسة التي تستند إليها خوارق العادات، وكانت هذه المناشئ عبارة عن خفة اليد وسرعة الحركة أولا، والاستفادة من خواص الأجسام والمعادلات العلمية غير المألوفة ثانيا، وتسخير القوى الخفية ثالثا، والرياضة الروحية والنفسية رابعا. وأما المنشأ الخامس فهو الاستناد إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. أما المبحث الثاني فهو يدور حول الإجابة على السؤال التالي: كيف تدل المعجزة الخارقة للعادة على ارتباط المدعي بالله سبحانه وتعالى؟ وكيف تدل على صدق الدعوة؟ الجواب على ذلك إن هذه الدلالة
تستند إلى الإيمان بأمور ثلاثة. الأمر الأول الإيمان بالإحاطة العلمية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان بالقدرة الإلهية المطلقة. الأمر الثالث الإيمان باللطف الإلهي العميم. مع الإيمان بهذه الأمور الثلاثة المعجزة الخارقة للعادة تدل على صدق الدعوة وارتباط المدعي بالله سبحانه وتعالى. لتوضيح هذه الفكرة نقول جاء هنالك مدعي للنبوة، شخص يقول أنا نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. من الطبيعي أن نطالبه بإثبات على صدق هذه الدعوة. بعض العلماء يقولون إذا واحد يؤمن بدعوة بدون مطالبة برهان ودليل فقد انسلخ عن الفطرة الإنسانية. الفطرة تقول هذه دعوة، ما هو دليلك على هذه الدعوة؟ لذلك طبيعي نحن بفطرتنا نطالبه بالبرهان. يقول برهاني على ذلك أنني أحيي الموتى. نقول له تفضل، نأتي إلى المقبرة، هذا قبر فلان، أحيى هذا الميت. يقف على القبر يتفوه بكلمات، وإذا بالأرض تنشق ويخرج الميت من قبره وهو ينفض التراب عن أكفانه. هذا هو الذي مات قبل 10 أيام، خرج من قبره وأخذ يكلمنا. هل هذه المعجزة تدل على صدق دعوى هذا المدعي؟ الجواب على ذلك، نحن نطرح 3 أسئلة. السؤال الأول، هل علم الله سبحانه وتعالى يحيط بهذه الجزئية أو لا؟ الجواب على ذلك في المنطق الديني واضح، والله بكل شيء عليم. عندنا هنالك أعم من مفهوم الشيء، هذا الشيء أو مو شيء، إحياء هذا الميت، خروج من قبره، شيء. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك، بل المنطق الفطري أيضا يدل على ذلك، مضافا إلى القرآن
ومضافا إلى البرهان. الفطرة تدل على ذلك، في كمون كل واحد يعتقد بالله سبحانه وتعالى في كمونه في أعماقه أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. إذن هذه الظاهرة معلومة لله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، هل قدرة الله سبحانه وتعالى تشمل هذه الظاهرة؟ يعني الله سبحانه وتعالى إذا يريد أن لا يتحقق هذا الأمر في الخارج يقدر أو لا يقدر؟ الجواب على ذلك، القرآن الكريم يقول إن الله على كل شيء قدير. إذا فرضنا أن هذا المدعي كان كاذب، الله سبحانه وتعالى يريد يمنعه من إظهار هذا الأمر الخارق للعادة يقدر أو لا يقدر؟ إن الله على كل شيء قدير. وبفطرتنا، يعني الدليل القرآني، الدليل البرهاني، الدليل الفطري، البشر يعتقد بإله قادر، أما الإله العاجز هذا لا يعتبر إلها. واضح؟ هذا هو السؤال الثاني. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم بهذه الظاهرة، الله الآن دا يشوف هذه الدعوة وهذا المدعي وهذا الأمر الخارق للعادة، وهو يقدر أن يمنع هذا المدعي من إحياء هذا الميت. هذا اثنين. السؤال الثالث، هل الله سبحانه يريد اللطف والخير لعباده أو لا؟ إحنا عندنا قاعدة يقال لها قاعدة اللطف. اللطف يعني أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى رحمته، بمقتضى لطفه، يبعد البشر عن مضارهم، عما يضرهم، عما يهلكهم. أنتوا لاحظوا الأب الرحيم أو الأم الرحيمة، رحمة الأب، رحمة الأم، هذه قطرة من بحار رحمة الله سبحانه وتعالى. الأم الرحيمة شلون تحوط ابنها، تمنعه من الأضرار اليسيرة، فكيف بالأضرار الخطيرة؟ هذا الطفل الذي لا يفقه يريد أن يأكل طعام مسموم، الأم تمنع من ذلك. الله سبحانه وتعالى رحمته، رأفته، لطفه تقتضي أن يبعد البشر عما يضره. إذا كان كذلك، نقول إذا كان هذا المدعي كاذبا، كان مقتضى اللطف الإلهي أن يمنعه من ذلك، لأن هذا دا يلبس على الناس، دا يجر الناس إلى الضلال والانحراف. وأي ضلال؟ كان مقتضى اللطف الإلهي بعد العلم الإلهي والقدرة الإلهية أنه يمنعه عن ذلك.
أن يفضح هذا المدعي. الله فضح أفراد مدعين، مسيلمة الكذاب الله فضحه، كثير من المدعين جاءوا عبر التاريخ الله فضحهم. مسيلمة الكذاب كان يدعي النبوة، كانت هنالك بئر فيها ماء قليل، فطلبوا منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أو يقوم بشيء ليصعد ماء البئر، فدعا أو نحو ذلك. الله تعالى فورا فضحه، لأن هاي قضية خطيرة، هذا يدعي النبوة يجر الناس إلى الضلال والانحراف والشقاء والهلاك الأبدي. وإذا بماء البئر بدل أن ترتفع وإذا بها تغور ويجف البئر نهائيا. هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث، وهذا مبحث محوري ومهم، نحن كيف نميز بين أمر خارق للعادة يدل على ارتباط المدعي بالله وأمر خارق للعادة لا يدل على ارتباط المدعي بالله؟ المرتبط بالله يأتي بأمر خارق للعادة، الذي لا يرتبط بالله أيضا يأتي بأمر خارق للعادة. كيف نميز بين هذا وبين ذاك؟ الآن إجا واحد ادعى المهدوي، ادعى السفارة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ادعى النيابة الخاصة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، وأتى بأمر خارق للعادة. منين نعرف أن هذا الأمر الخارق للعادة يدل على صدق دعواه أو لا يدل؟ هذا التمييز يعتمد على جملة من الأمور، إحنا نذكر منها ثلاثة، دققوا في هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول، شخصية المدعي. من هو هذا المدعي؟ الأفراد المرتبطون بالله سبحانه وتعالى ارتباطا حقيقيا واقعيا لهم شخصية معينة، والذين لا يرتبطون بالله سبحانه وتعالى لهم شخصية أخرى. أكو هنالك فرق واضح بين هذين النمطين. القرآن الكريم لعله يشير إلى هذه القضية في بعض جوانبها، يقول في سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أكو هنالك أفراد مرتبطون بالشياطين، يمكن يخبرك ببعض الإخبارات الغيبية، يقول أنت في ماضي حياتك فعلت كذا وكذا. منين تعرف أن هذا الإخبار إخبار رحماني أو شيطاني؟
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ حقيقة بعض آيات القرآن واحد يدرك جانبا كبيرا من روعتها وعظمتها. كل آيات القرآن عظيمة ورائعة، في كلمة في جملة تنزل على كل أفاك أثيم. الشيطان موجود، شرير مخرب، يهدف التدمير والإفساد والتخريب. الذي يرتبط بالشيطان، اللي عنده علاقة ويا الشيطان، أكو هنالك طرق معينة لإيجاد هذه العلاقة مع الشيطان. اللي يرتبط بالشيطان ما يمكن أن يكون رجلا مؤمنا عابدا زاهدا ورعا تقيا صادقا وفيا. مو معقول. خط الشيطان خط آخر. ولذلك الذي يرتبط بالشيطان واضح، علامة واضحة يمكن أن تعرفه من خلال شخصيته، تنزل على كل أفاك أثيم. الظاهر أن الأفاك يعني الكذاب، كثير الكذب. الأثيم هذا يرتبط بالقول، أثيم يرتبط بالعمل، أفاك صيغة مبالغة، كثير الإفك والكذب. أثيم أيضا في اللغة العربية صيغة مبالغة، يعني كثير الإثم. اللي يروح في خط الشيطان يروح، الشيطان ما يقنع عند حد معين، ما يقنع بكذبة واحدة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إلى النهاية. ولذلك المرتبطون بالشيطان أفراد كذابون، دجالون، آثمون، مبتلون بأسوأ الرذائل الأخلاقية. أفاك أثيم بعد ما يحتاج الله يفضحه، ما يحتاج ماء البئر يغور، لأن أنت بعقلك وبفطرتك وبوجدانك تفهم أن هذا المدعي لا يمكن أن يكون مرتبطا بالله الذي هو منشأ الخير المطلق. مو معقول. بعد ما يحتاج إلى فضح، الحجة الباطنة فضحته، العقل فضحه، الوجدان فضحه. أفاك أثيم، هل يعقل أن يكون هذا سفير الإمام المهدي؟ الطهر الطاهر المطهر، هذا يمكن يكون وكيله؟ يمكن يكون سفيره؟ مو معقول. والعجيب أن هؤلاء الأفراد الذين هم في الخط الآخر، نظرة إلى حياتهم تفضحهم. النظر إلى الأنبياء، إحدى الأشياء المهمة في حياة الأنبياء التي كانت تطلب وكان يستدل بها على نبوتهم، شخصياتهم، نفسياتهم، روحياتهم، أخلاقهم. عندنا باب أخلاق الأنبياء. الأنبياء لهم خلق معين، لهم منهج معين. راجعوا أخلاق الأنبياء. من أخلاق الأنبياء؟ أنا الآن ما أريد أذكر الرواية بتفاصيلها. الرواية مذكورة في البحار في مجلد 20 صفحة 384. هرقل الذي كان ملك الروم
عندما سمع بالنبي صلى الله عليه وآله أو جاءه مكتوب النبي صلى الله عليه وآله، رواية لطيفة، طلب ركب من قريش كانوا في الشام في ذلك الوقت، وفيهم أبو سفيان، فدعاهم وحوله عظماء الروم، أسئلة ذكية حول شخصية هذا المدعي، هذا من هو، ما هي شخصيته، أسئلة دقيقة. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل. أكو جماعة فيهم أبو سفيان، قال لمترجمه: قل لهؤلاء الركب أنا أسأل أبو سفيان عن هذا النبي. أبو سفيان في ذلك الوقت في حالة حرب مع النبي صلى الله عليه وآله، يعني الخط العام كان خط الحرب قبل إسلامه الظاهري في تلك الفترة، ولو كانت في تلك الفترة هدنة. فإن كذبني فكذبوه، إذا أبو سفيان كذب في أجوبته قولوا إنه كذب حتى أبو سفيان لا يتمكن يكذب. شوفوا الأسئلة. قال أبو سفيان: لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ولكن ردعك. بعدين ينقل يتناقل في الأندية في المحافل أن أبا سفيان كذب وتبقى عليه. قال أسأل بعدين اقروها أنتم: فهل كنتم تتهمونه بالكذب، يعني النبي صلى الله عليه وآله، قبل أن يقول ما قال، قبل ما يدعي هذه الدعوة، دعوة النبوة، النبي صلى الله عليه وآله كنتم تتهمونه بالكذب؟ قلت لا. أبو سفيان يقول لا، النبي صلى الله عليه وآله كان معروف في مكة بالصادق الأمين، الصادق في مقابل أفاك، على كل أفاك، الأمين في مقابل أثيم، خط الشيطان هو خط الأفاك الأثيم، وخط الرحمن هو خط الصادق الأمين. قال هرقل: فهل يغدر عند غدر؟ قلت لا، ولكن حاول أن يجد منفذ أبو سفيان، ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني إحنا خلال هاي السفرة التجارية هالمدة مثلا شهرين ثلاثة أشهر ما ندري النبي غدر أو لم يغدر، يعني راد يسوي إن، ولكن ألجأته الظروف إلى الاعتراف بالواقعية، هذا النبي لم يغدر إلى الآن. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، خليت إن بالقضية، يعني ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: فماذا يأمركم؟ دعوته إلى ماذا؟ قلت: يقول أعبد الله وحده. أكو واحد مرتبط بالشيطان يقول أعبد الله وحده؟ معقول الشيطان يدعوكم إلى عبادة الله وحده؟ ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. أما خط الشيطان إلى ماذا يدعو؟ خط النفس الأمارة، إذا واحد يعتمد على نفس الأمارة إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى الفسق والفجور. إحنا رأينا في التاريخ وسمعنا
هؤلاء الأفراد المدعون المرتبطون بالشيطان يدعون أتباعهم إلى ماذا؟ إلى التحلل من القيود، تحلل، يدعونهم إلى الإباحية. راجعوا التاريخ، لأن هذا خط الشيطان، هذا خط النفس الأمارة. الشيطان ما يتمكن يشوف واحد يعبد الله، الشيطان ما يتمكن يشوف واحد متخلق بالأخلاق الفاضلة. ولذلك في هذه الحركات دائما أكو انحرافات، وإن كانوا يتسترون عليها. اقروا تاريخ الشلمغاني، اقروا تاريخ أمثال الشلمغاني، كيف وقعوا في خط الفساد الأخلاقي والديني. فقال للترجمان، يعني هرقل ملك الروم، ضمن كلامه طبعا، الرواية طويلة، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. هذا الرجل اللي 40 عام كان فيما بينكم ولم يكذب كذبة واحدة على الناس، ممكن بعد 40 عام مرة واحدة يأتي وينقلب ويكذب على الله سبحانه وتعالى؟ مو معقول. بعدين يقول وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، هذه من أخلاق الأنبياء. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف، العفة. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا هو النبي الموعود، إذا كلماتك مطابقة للواقع، وسوف يملك أرضي، أرض الروم. وقد كنت أعلم أنه خارج، كل الأنبياء، الأنبياء السابقون كلهم بشروا بهذا النبي، أنا كنت أعلم أنه سوف يخرج نبي آخر الزمان، لم أكن أظن أنه منكم، ما كنت أظن أنه من العرب، كنت أظن أنه من الرومان مثلا. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاح، ولو كنت عنده لغسلت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية. وأكو هنالك رواية ثانية أيضا، هذه الرواية مذكورة في إسلام عدي بن حاتم الطائي، هذه الرواية مذكورة في كتاب الدرجات الرفيعة صفحة 353، الرواية طويلة ولطيفة. يقول عدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي، طبعا هذا من الأفراد الذين لهم مواقف عجيبة، وكان في بداية أمره أشد الناس كراهة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كلش كان يبغض النبي. بعدين إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله. يقول فخرجت، جاء إلى رسول الله، فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلمت عليه، فقال من الرجل؟ قلت عدي بن حاتم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة، فاستوقفته. كثير منا مو حاضرين،
إذا واحد في الطريق يستوقفنا لا نعتني به أو لا نتوقف له، ولكن خاتم الأنبياء أشرف الخلق والنبي في ذلك اليوم ملك من الناحية الظاهرية، حاكم في المدينة، امرأة كبيرة ضعيفة تستوقفه، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. احنا كثير من اذا واحد يستوقفنا في الطريق نمشي ونمشي وياه، النبي يقف لهذه المرأة الضعيفة الكبيرة. فقلت في نفسي ما هذا بملك؟ الملوك مو هالشكل، هاي مو أخلاق الملوك، هذه أخلاق المرتبطين بالله سبحانه وتعالى. ثم مضى رسول الله حتى دخل ببيته، تناول وسادة محشوة ليفا فقدمها إلي، فقال أجلس على هذه، فقلت بل أنت أجلس عليها، فقال صلى الله عليه وآله بل أنت. فجلست عليها وجلس رسول الله بالأرض، النبي على القعقاع على التراب قعد مثلا، وأنا خلاني أجلس على الوساد. فقلت في نفسي والله ما هذا بامرئ ملك، هذا مو ملك، هذه مو صفات الملوك. المرتبطون بالله سبحانه وتعالى عبادتهم، حبهم لله، تواضعهم، أخلاقهم، صدقهم، واقعيتهم، نفسيتهم، أهدافهم، هدفه، شنو هدفه؟ المرتبط بالله يريد الخير للجميع، أما المرتبط بالشيطان أو المرتبط بالنفس الأمارة ماذا يريد؟ يريد الشر، أو يبحث عن أطماع دنيوية رخيصة. هؤلاء المرتاضون المرتبطون بمن؟ بالشيطان أو بالنفس الأمارة، شنو هدفه؟ ما هو هدفه؟ أهداف شخصية دنيوية متواضعة محدودة، تعرفه من خلال شخصيته، من خلال هدفه. ولذلك بعض المشركين عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا أطل علينا قرآنك، النبي قرأ آية أو أكثر فأسلم فورا. هذه كلمات الأنبياء. هذا هو الفارق الأول، الشاخص الأول الذي نستطيع أن نميز به بين دعوى الأدعياء الذي لا يرتبط بالله، يرتبط بالشيطان، يرتبط بالنفس الأمارة، وإن قام بأمر خارق للعادة، لأن وجدانك وعقلك يحكم بأن هذا لا يعقل أن يكون مرتبطا بالله. إن شاء الله بقية الشواخص إن شاء الله نذكرها في حديث قادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.